للحديث أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف الناشط السياسي ناصر أبو ذيب. سيد ناصر، مساء الخير. كما تابعتم محادثات جديدة في المغرب وفي سويسرا وأنباء عن مجلس رئاسي جديد وتقاسم للسلطات السيادية، كيف تابعتم ذلك؟ أزول مساء الخير عليك سيدي وعلى السادة المشاهدين. نحن لابد أن نضع هذه الأمور كلها في إطارها وهي تدوير العملية السياسية وتثبيت المصالح والكراسي سواء مجلس النواب أو مجلس أعلى للدولة. كل هذه الأمور جعلت من أن المشهد معقد وأن لم يتحدثوا على خروج جميع هذه الأجسام من المشهد السياسي حتى تكون هناك بالفعل نظرة لتوحيد هذه المؤسسات وللنظرة أمامية لتوحيد هذه المؤسسات. وكل ما يحدث الآن سواء في سويسرا أو في المغرب هذا كله مضي على الوقت. من هم الذين ذهبوا إلى سويسرا وتحدثوا مع ستيفن ويليامز؟ هل يمثلون أنفسهم؟ هل يمثلون أحزاب؟ هل يمثلون مؤسسات مجتمع مدني كما تحدث تقريركم؟ هل ما يتمخض عليه هذه الجلسات هو ملزم للأطراف الليبية؟ كل هذه الأمور صراحة سيدي هي ضرب من الخيال. عندما تحدثون على أن سرت هي ما سوف تضم الحكومة وتضم مجلس النواب، لماذا لم يتحدثوا على خروج الفاغنر وخروج المرتزقة أولا من سرت، وثانيا تضحيات دماء الشهداء 17 فبراير أين ذهبت فيما مع قوات بركان الغضب؟ كل هذه الأمور هناك أمور سياسية تدور في الخفاء. هناك مجموعة ذهبت إلى مصر وهناك مجموعة ذهبت إلى المغرب. سيدي صدقني أن كل ما يحدث هذا هو ترهات وهذا قفز في الهواء، قفزات في الهواء من ناس يريدون البقاء في السلطة لا أكثر ولا أقل. يعني ما معنى تقول 18 شهرا للمجلس الرئاسي الجديد؟ ما كان المجلس الرئاسي الأول هو عنده 18 شهر وثم مدد لنفسه حتى وصل إلى 5 سنوات، ومجلس النواب ومجلس أعلى الدولة. كل هذه الأمور هي تثبيت مناصب يا سيدي وتوزيع المناصب وبقاء مجلس أعلى للدولة في منصبه ومجلس النواب في منصبه لا أكثر ولا أقل. نعم. أيضا سيد ناصر، هناك أمر آخر، هذه المحادثات لم تتحدث عن مصير حفتر مثلا وميليشياته. يعني هل نحن مع تقاسم للسلطة في الغرب الليبي وبقاء الشرق الليبي تحت سيطرة حفتر؟ نعم سيدي، هذه إشكالية أخرى ومشكلة عويصة جدا. يعني أين حفتر مما يحدث الآن؟ هل هناك الحديث على حفتر؟ هل هو ستيفاني ويليامز أعتقد أنها تقوم بدور الذي كان يقوم به غسان سلامة في السابق لا أكثر ولا أقل، ما كان يقوم به غسان سلامة من حوارات في جنيف وخمسة زائد خمسة والسياسيين تقوم به الآن ستيفاني ويليامز بالنيابة عنه. ما مصير حفتر؟ أين المجرم حفتر والناس المطلوبين للجناية الدولية؟ ما مصيرهم؟ لابد أولا الاتفاق على هذا الأساس وبعد ذلك يتم الحديث على الأمور السياسية والمناصب ما يسمى السيادية أو حتى يتم على الأقل أن الشعب الليبي والمنطقة الشرقية أو في الغربية يكون لديه إحساس بالطمأنينة بأن هؤلاء الناس صادقون. ولكن عندما يتحدثون على مناصبهم الخاصة بهم وأن عقيلة صالح يريد منصب، وهو من نصب حفتر قائد عام للجيش وهو من بارك الغزو طرابلس، يعني صديقي كل هذه الأمور تجعلنا في إشكالية، ويعني أمور هذه غير جدية وأعتقد أن لم تصلح لتكون حل في هذه المرحلة. سيد ناصر، هناك أيضا مسألة أخرى، حتى لو افترضنا أنهم توصلوا إلى حل يرضي الليبيين، ما هي الضمانات لتطبيق هذا الحل؟ نحن نتحدث أمام اتفاق لوقف إطلاق النار لعدة مرات وفي كل مرة يخترق من قبل ميليشيات حفتر، ما هي الضمانات لتطبيق ما سيتم الاتفاق عليه إذا تم الاتفاق فعلا؟ لا يوجد ضمانات سيدي، لا يوجد ضمانات حقيقية لا من جهة الغربية ولا من جهة الشرقية، ولا المنتظم الدولي لا يستطيع أن يعطي ضمانات لعدم خروق ما حدث في الأيام الماضية وما سوف يحدث في الأيام القادمة. أنا متوقع أن حفتر لن يتوانى في ضرب وإرسال صواريخ جراد مرة أخرى لأنه يريد إفشال كل هذه المحادثات بأن يكون هناك تصعيد في المنطقة الوسطى وفي منطقة سرت خصوصا حتى يعطي للرأي العام أن الحرب لم تنتهي. أما بضمانات دولية أو يعطيها المغاربة يعطوا ضمانات أو ستيفاني ويليامز يعطي ضمانات، هذا كله ضرب من الخيال. لا وجود لضمانات في هذه المرحلة. الضمانة الوحيدة هي الاتفاق على صيغة دستورية
بسيطة جدا للذهاب إلى الانتخابات، وهناك ضمانات دولية بعدها يمكن أن تحدث، ولكن بهذه الطريقة مجلس النواب مجلس أعلى الدولة ما زال في السلطة وهم يتحاورون على المناصب الأخرى. إذن فلنعلم أن ما يحدث الآن هو الصراع على المكاسب، الصراع على المناصب والمكاسب فقط.